بسم الله الرحمن الرحيم. يا من يريد الجنة، يا من يشتاق إلى الجنة، يا من يريد أن يكون من أصحاب الجنة، اسمع للمشتاق ابن القيم ماذا يقول عن خطبة الجنة. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. يا من يريد أن يدخل من تلك الأبواب، يا من يريد أن يدخل من تلك الأبواب أبواب الجنة، اسمع لابن القيم ماذا يقول تشويقا عن أبواب الجنة. أبوابها حق ثمانية أتت في النص وهي لصاحب الإحسان، باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منه داخل بأمان. أما أنهار الجنة وطعام أهل الجنة ولباسهم وفرشهم فهو شيء آخر من النعيم لأهلها. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. إن الجنة أحبتي في الله قيعان، نعم إنها قيعان، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الأثنان، يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي بسفلة الحيوان، يا سلعة الرحمن أين المشتري، فلقد عرضت بأيسر الأثمان. مؤسسة يرموك تبني بكم مع فضيلة الشيخ عبد الواحد بن رجاء المغربي في منونية ابن القيم في وصف الجنة. يا من يريد الجنة، يا من يشتاق إلى الجنة، يا من يريد أن يكون من أصحاب الجنة، اسمع للمشتاق ابن القيم ماذا يقول عن خطبة الجنة، ماذا يقول لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة. اسمع لابن القيم يرحمه الله ماذا يقول عن خطبة الجنة وعن الجنة ونعيمها. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان، ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن بالوان. أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزماني، فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان، واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان، واجعل نعوت جمالها الحادي وسر تلقى المخاوف وهي ذات أمان. لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا مذ سالف الأزمان،
فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان. سجن يضيق بصاحب الإيمان، لكن جنة المأوى لذي الكفران. سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجس السكان. وألذهم عيشا فجاهلهم بحق الله ثم حقائق القرآن. عمرت بهم هذه الديار وأقفرت منهم ربوع العلم والإيمان. قد آثروا الدنيا ولذة عيشها الفاني على الجنات والرضوان. صحبوا الأماني وابتلوا بحظوظهم ورضوا بكل مذلة وهوان. كدحا وكدا لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان. والله لو شاهدت هاتيك الصدور رأيتها كمراجل النيران. ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان. أبدانهم أجداث هاتيك النفوس اللائي قد قبرت مع الأبدان. أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. لا ترضى ما اختاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران. لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. لا يرتجى منها الوفاء لصبها، أين الوفاء من غادر خوان. طبعت على كدر فكيف ينالها صفوا، أهذا قط في الإمكان. يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان. أوما سمعت بل رأيت مصارع العشاق من شيب ومن شبان. فاسمع يا من يشتاق إلى الجنة، اسمع أوصافها، اسمع أوصاف تلك المنازل ربة الإحسان، واسمع ما قاله ابن القيم عنها يرحمه الله. فاسمع إذن أوصافها وصفاتها تلك المنازل ربة الإحسان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. فالدار دار سلامة وخطابهم فيها سلام واسم ذي الغفران. درجاتها 100 وما بين 2، فذاك في التحقيق للحسبان. مثل الذي بين السماء وبين هذه الأرض قول الصادق البرهان. لكن عاليها هو الفردوس مسقوف بعرش الخالق الرحمن. وسط الجنان وعلوها فلذاك كانت قبة من أحسن البنيان. منه تفجر سائر الأنهار، فالمنبوع منه نازل بجنان. يا من يريد أن يدخل من تلك الأبواب، يا من يريد أن يدخل من تلك الأبواب، أبواب الجنة، اسمع لابن القيم ماذا يقول تشويقا عن أبواب الجنة. أبوابها حق 8 أتت في النص وهي لصاحب الإحسان.
باب الجهاد وذاك أعلاها وباب الصوم يدعى الباب بالريان ولكل سعي صالح باب ورب السعي منه داخل بأمان ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حل الإيمان منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهادة الإيمان أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام والمفتاح بالأسنان لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان هذا ومن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن وكذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهوران إحداهما بعد الممات وعرض أرواح العباد به على الديان فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين وهم أولو الديوان ذا الاسم في الديوان يكتب ذاك ديوان الجنان مجاور المنان ديوان عليين أصحاب القرآن وسنة المبعوث بالقرآن فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني عنوانه هذا الكتاب من عزيز الراحم لفلان ابن فلان فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دواني هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان بل قبل ذاك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان والله أكبر عالم الأسرار والإعلان واللحظات بالأجفان والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن والأمر من قبل ومن بعد له سبحانك اللهم ذا السلطان أما صفة أول زمرة تدخل الجنة وهم السابقون السابقون فاسمع لابن القيم يرحمه الله كيف يصف حالهم عند دخول الجنة وكيف يصف تفاضلهم وذكر أعلى منزلتهم ودرجاتهم إذ يقول يرحمه الله هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليل الست بعد ثماني السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق إلى الإحسان والزمرة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره به العينان أمشاطهم ذهب ورشحهم فمسك خالص يا ذلة الحرمان ويرى الذين بذيلها من فوقهم مثل الكواكب رؤية بعيان ما ذاك مختصا برسل الله بل لهم وللصديق ذي الإيمان هذا وأعلاهم فناظر ربه في كل يوم وقته الطرفان
لكن أدناهم وما فيهم دني إذ ليس في الجنات من نقصان فهو الذي تلفى مسافة ملكه بسنيننا ألفان كاملتان فيرى بها أقصاه حقا مثل رؤيته لأدناه القريب الداني أوما سمعت بأن آخر أهلها يعطيه رب العرش ذو الغفران أضعاف دنيانا جميعا عشر أمثال لها سبحان ذي الإحسان هذا وسنهم ثلاث مع ثلاثين التي هي قوة الشبان والطول طول أبيهم ستون لكن عرضهم سبع بلا نقصان ألوانهم بيض وليس لهم لحى جعد الشعور مكحل الأجفان هذا كمال الحسن في أبشارهم وشعورهم وكذلك العينان إذا أردت أخي وأختي أن تدخلوا الجنة وتكونوا من السابقين لها اتقوا الله في أقوالكم وأفعالكم وسائر حياتكم وراقبوا الله في كل شيء واسمعوا لابن القيم ماذا يقول في ذلك وكن حامدا شاكرا ذاكرا لله حتى تكون من السابقين دخولا إلى الجنة هذا وأولهم دخولا خير خلق الله من قد خص بالقرآن والأنبياء على مراتبهم من التفضيل تلك مواهب المنان هذا وأمة أحمد سباق باقي الخلق عند دخولهم بجنان وأحقهم بالسبق أسبقهم إلى الإسلام والتصديق بالقرآن وكذا أبو بكر هو الصديق أسبقهم دخولا قول ذي البرهان هذا وأولهم دخولا فهو حماد على الحالات للرحمن إن كان في السراء أصبح حامدا أو كان في الضراء فحمد ثاني هذا الذي هو عارف بإلهه وصفاته وكماله الرباني وكذا الشهيد فسبقه متيقن وهو الجدير بذلك الإحسان وكذلك المملوك حين يقوم بالحقين سباق بغير تواني وكذا فقير ذو عيال ليس بالملحاح بل ذو عفة وصيان أما عدد الجنات وأجناسها فاسمع لابن القيم يرحمه الله ماذا يقول عن ذلك والجنة اسم الجنس وهي كثيرة جدا ولكن أصلها نوعان ذهبيتان بكل ما حوتاه من حلي وآنية ومن بنيان وكذاك أيضا فضة ثنتان من حلي وبنيان وكل أواني لكن دار الخلد والمأوى وعدن والسلام إضافة لمعاني لكنما الفردوس أعلاها وأوسطها مساكن صفوة الرحمن أعلاه منزلة لأعلى الخلق منزلة هو المبعوث بالقرآن وهي الوسيلة وهي أعلى رتبة خلصت له فضلا من الرحمن سبحان من غرست يداه جنة الفردوس عند تكامل البنيان
ويداه أيضا أتقنت لبنائها فتبارك الرحمن أعظم باني فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله ذو السلطان. أما بناء الجنة وأرضها وحصباؤها وترابها وغرفاتها فنعم ذاك النعيم، نعم نعم ذاك النعيم. فإذا أردت أخي وأختي دخول تلك الغرفات والخيام فشد العزم وكن صاحب همة عالية للخير، كن صاحب همة عالية للجنة. واسمع لابن القيم ماذا يقول عن ذلك: وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان، وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية الإتقان، والطين مسك خالص أو زعفران جاء بذا أثران مقبولان، والأرض مرمرة كخالص فضة مثل المرات تناله العينان، حصباؤها در وياقوت كذاك لآلئ نثرت كنثر جمان، وترابها من زعفران أو من المسك الذي مستل من غزلان، غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان، للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن، 60 ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان، يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا وهذا لاتساع مكان، فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان، وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار ذي الجريان، ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفان، لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان، فيهن حور قاصرات الطرف خيرات حسان هن خير حسان، خيرات أخلاق حسان أوجها فالحسن والإحسان متفقان. أخي الحبيب، أختي المسلمة، إذا أردتم أن تجلسوا في ظلال أشجار الجنة وتأكلوا من ثمارها، نعم، وشد العزم بإيدي